بسم الله الرحمن الرحيم. شاركت هيئة الإنماء التجاري والسياحي اليوم في النسخة الأولى من منتدى السياحة بتنظيم من جامعة الشارقة فرع فورفكان. طبعا هذا المنتدى يعني خاص بتعريف الجمهور والحضور بآخر مستجدات قطاع السياحة ومدى أهمية هذا القطاع في بناء المجتمعات، في بناء الاقتصاد، في توفير فرص عمل، في توفير تجارب استثنائية للزوار في ظل توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة والنقل النوعي التي شهدتها إمارة الشارقة في الحقيقة في هذا المجال. الحمد لله النقاش كان مثمر وكانوا المتحدثين يعني أهل خبرة واختصاص من التراث، من الاستثمار، من المتاحف ومن هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والجانب العلمي كذلك كان هو المحور الأساسي في حديثنا. فالحمد لله رب العالمين تمت المناقشة وتم توصيل أهم المعلومات ولجمهورنا وللحضور الكريم، ونشكر جامعة الشارقة على هذه المبادرة الطيبة، ونحن بحاجة لمثل هذه المنتديات اللي نبرز من خلالها ونعرف الناس وأبنائنا وبناتنا بأهمية هذا القطاع الواعد والفرص المستقبلية التي موجودة أمامهم في هذا القطاع الواعد.